خلينا نفهم الخبر ده بشكل مفصل أكتر من دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. صباح الخير على حضرتك دكتور وليد. أهلا، صباح الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين. صباح النور. صباح الخير دكتور. الحقيقة دكتور وليد، وإحنا بنتناول الخبر ده مش هنقدر إن إحنا كده ما ناخدش في اعتبارنا فكرة اللامركزية اللي بتتوجه إليها الدولة المصرية في وجود المشاريع المختلفة في مناطق كثيرة متنوعة، لأن آخر يعني على مدار الخمس سنوات الماضية هناخد بالنا إن هو كان في عدد من الفرص الاستثمارية اللي الدولة المصرية قدمتها من خلال أكثر من 26 مشروع في المحافظات المختلفة، مش محافظات فقط بعينها، كمان استثماراتها تخطت 60 مليار جنيه في هذه المدة. لو حضرتك توضح لنا النقطة دي، إزاي بتساهم بشكل كبير يا دكتور وليد في تغيير الثقافة التجارية لو بنتكلم على تقديم الخدمة والحصول أيضا على قيمة اقتصادية مضافة من خلالها؟ هو طبعا فكرة الخرائط الاستثمارية اللي بتقوم بها الدولة وبتشجع من خلالها الاستثمار وبتقدم فرص استثمارية محددة بتشجع بها المستثمرين على العمل، دي فكرة إيجابية على المستوى العمومي. ولكن على المستوى التخصصي، القطاع اللوجستيات ده بيوفر نحو 15% من التكلفة الإجمالية للسلع والبضائع بصفة عامة. من هنا فإن مصر لديها مشروع متكامل للمناطق اللوجستية بما تتضمنه من استثمارات مختلفة، سواء على المستوى الخارجي وبنتابع المناطق اللوجستية على الموانئ المصرية وسواء على الموانئ البحرية والموانئ الجافة أو حتى في المطارات، وهناك مناطق لوجستية داخلية بتقوم بها مصر في كل المحافظات. المناطق اللوجستية دي بيكون لها دور مهم جدا في تعزيز التجارة الداخلية، في خفض التكلفة التجارية للسلع والبضائع التي تصل إلى المستهلك، بحيث أن يكون في كل منطقة في كل محافظة منطقة لوجستية ما يكونش هناك انتقال للمنتجات إلى القاهرة من أجل التجارة ثم تعود إلى المحافظات، يعني إعادة التوزيع من خلال يعني ما تكون محافظة زي طنطا في زي الغربية يكون فيها زراعة ما يكونش المنتجات الزراعية تخرج من الغربية إلى القاهرة ثم تعود إلى الغربية مرة أخرى للاستهلاك. من هذا المنطلق بنشوف يعني بنشوف داخل المناطق اللوجستية بقى بنشوف هناك استثمارات متعددة متعلقة بفرص التجارة، بفرص التخزين، بفرص التنظيم. هذه الفرص بتطرحها الدولة تباعا. من هنا فإن الفرص الاستثمارية التي تم طرحها في 8 محافظات أخيرا هيكون لها دور كبير جدا في زيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع. دعم المسار المصري لقطع خطوات جديدة في تطوير التجارة الداخلية، خفض التكلفة في عمليات التجارة بما يعود إلى المستهلك. الحقيقة هي خطوة وخطوة مهمة جدا في مسار تطوير التجارة الداخلية. يعني عدد من الفوائد يا دكتور، أو فوائد عديدة جراء هذا الأمر. بنشكر حضرتك دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي على كل هذه الإيضاحات.